أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. اللهم اجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم إنا نسألك لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة ورحمة عامة. اللهم ارفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لشيخنا البركة والخير. اللهم جازه عنا أفضل ما جزيت به شيخا عن مريديه. اللهم أعطه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم ارزقنا حسن الأدب بين يديه ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بإذن الله تعالى سوف نتحدث في هذا الدرس عن الشيخ سيدي يحيى بن أحمد الوفائي أو القادري رضي الله تعالى عنه، وهو من مشايخ السلسلات المباركة سلسلة طريقة المحمدية الفوزوية الكركرية. وهذا الشيخ هو الشيخ الكبير والعارف الجليل والسيد النبيل الفاضل المعتقد أبو السيادات بن الشهاب أبي زكريا يحيى بن أحمد الشريف بن محمد وفا الوفاء القادري السكندري الأصل المصري المولد المالكي الشاذلي الماضي أبوه وإخوته، ويعرف كسلفه بابن وفاء رضي الله تعالى عنه. ولد رضي الله تعالى عنه سنة 98 و700 هجرية، وجلس بعد موت أخيه سيدي علي الوفاء رضي الله تعالى عنه، جلس مكانه على منصة المشيخة سنة 52 و800. تكلم على الناس فرزق القبول، وأكثر الناس من التردد إليه للزيارة وغيرها حتى ينتفعون به بعلمه وينتفعون بالمجالسة مع حضرته. وكان رضي الله تعالى عنه حسن الصوت في المحراب وغيره ذا نظم على طريقتهم. وقد توفي رضي الله تعالى عنه في يوم الأربعاء ثامن ربيع الآخر سنة 57 و800. دفن بمشهدهم من القرافة، أي دفن بمشهد الوفائية من القرافة بجانب أخيه سيدي علي بن وفاء رضي الله تعالى عنه. وكان أخوه سيدي علي رضي الله تعالى يقول فيه: هذا خزانة العلم وأنا أنفق منها، يقصد يعني سيدي يحيى الوفائي. فهذه شهادة كبيرة من عارف كبير تعرفنا حق هذا الشيخ المبارك. وينتهي نسبه الشريف إلى الأدارس لأشراف الأدارسة، فهو رضي الله تعالى عنه شريف النسبتين حسا ومعنا. وقد تتلمذ على يديه الإمام الكبير سيدي أحمد الحضرمي رضي الله تعالى عنه، وكفى به دلالة على علو قدره، فالتابع يقترف على قدر المتبوع. وقال عنه صاحب الطبقات الشاذلية، قال عن سيدي يحيى، قال: وكان الشريف سيدي يحيى من ذوي الفضل الكبير، وكان له القبول الحسن عند الخاص والعام، معربا عما في الأفهام محمدي المقام. ففي الحقيقة الفقير هذا ما استطعت أن أجمع من ترجمته، فهذه المعلومات القليلة جدا التي تحدثنا عن هذا الإمام الكبير الذي ترك تلاميذ كبار وعلى رأسهم سيدي أحمد الحضرمي، هذا الشيخ المعروف شيخه سيدي أحمد زرق رضي الله تعالى عنهم جميعا. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شيخنا ويرزقنا حسن الأدب معه يا رب العالمين، وأن يغفر لنا خطايانا يا رب العالمين. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله.